أهلا بكم في برنامجكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين، إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع ملف النزاعات العشائرية. فعلى الرغم من التحذيرات من خطورة تنامي النزاعات العشائرية في المحافظات العراقية والتي تتسبب بشكل مستمر بسقوط ضحايا والتي باتت تقلق السلم الأهلي، وعلى الرغم من المطالبات بقرارات حازمة للحد من هذه النزاعات، إلا أن هذه النزاعات العشائرية ما زالت تندلع بين حين وآخر في ظل تساؤل مستمر عن دور القانون وعن دور القوات الأمنية في إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة. اندلع نزاع عشائري ضمن مناطق قضاء الدير شمال محافظة البصرة بتزامن مع اندلاع نزاع عشائري آخر في منطقة القرمة، وأنباء عن استخدام الطائرات المسيرة ومدافع الهاون كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وسقوط ضحايا بحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. النزاع العشائري الذي اندلع في منطقة القرمة شمالي محافظة البصرة، وكما أشرنا بأنه تم استخدام أسلحة وصواريخ خلال النزاع. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. ومن تفاعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا المقطع بشكل خاص وحول استمرار ظاهرة النزاعات العشائرية بشكل عام، دعونا نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك. منهم من قال كهذه، كأحمد قال، أحمد جواد قال: قانون ماكو عمي، وين القانون؟ وين الجيش؟ يتساءل. أما خالد وليد فقال: مسؤول اللجنة الأمنية أسعد العيداني، قائد شرطة البصرة، قائد العمليات، يتساءل ويتعجب شنو نايمين قاعدين. أسعد قال: متعودين إحنا أهل القرمة نعيش رعب الأسلحة المتوسطة والخفيفة ليلا، ثم بعدها ثاني يوم يجي الجيش كما يقول يفتش بيوتنا إحنا المساكين ويعفون العشائر القوية. علاوي سعد قال: طايحة بين الناس الفقرة، إذا سبب الانفلات الأمني وحكومة ضعيفة والقانون على الفقير فقط. نعم، طبعا تعزو مصادر أمنية أسباب تصاعد النزاعات العشائرية في الجنوب بسبب التراخي الأمني، كما يعزو محللون في الشأن العراقي بأن الكثير من الناس يلجؤون إلى لغة السلاح والعشيرة حينما تحدث معهم مشكلة، لأنهم لا يثقون بالقانون ولا بالدولة، لهذا يرغبون بأخذ حقوقهم بأيديهم، وهذا سبب ضعف سلطة القانون الذي لا يحاسب العشيرة، وهو ما أعطى مساحة واسعة لانتشار النزاعات العشائرية، إضافة لأسباب أخرى منها الجانب الاقتصادي كما يقول المحللون والمراقبون للشأن العراقي. معنا اتصال كرار من الناصرية. كرار، استمرار ظاهرة النزاعات العشائرية في العراق، لماذا تستمر
وأين القانون والقوات الأمنية من هذه النزاعات؟ يعني احنا شفنا المقطع قبل قليل معركة وليس نزاع. تفضل أخي كرر. نعم تحية لكم ولقناة جمهور الراغبين الفضائي. حياك الله يا أهلا. النزاعات العشائرية بالتالي جاي تهدد السلم الأهلي، النزاعات العشائرية تصير يعني جاي ترعب العوائل، ترعب الناس اللي آمنة، البصرة اليوم مناطق الجنوب مناطق غير آمنة وغير صالحة لأي بسبب النزاع العشائري، بالتالي ضعف القانون وضعف هيبة الدولة أمام القانون تجي المواطن إلى العشائري. مثل ما كثير نوضح على عنوان محافظ البصره علي العيداني يتعامل ويا المواطن البصري بحرف العشائري ويتهد القانون. القانون اليوم ضعيف، لو كانت السلطه ان تدعم القانون تدعم كان القانون قوي لتجي المواطن القانون ما يوسع لحرف العشائر والعشيره اللي تحميه. كان المواطن من يستلم حقه ويشوف حقه يعني يروح على يكتب على دعوه يقدم على دعوه، شوف الدعوه تاخذ اجراءات من حتى هواي يعني بين ما من ضابط الضابط بين العرف بين يعني بصوره عامه بين الرشاوى وبين تسد الدعوه، لذلك وين راح يستجر؟ يستجر شغل عشيره، راح يستجر شغل عشيره، راح يدق اللي نسميه الدق العشائريه، راح يجي الحق راح قبل يجي هذا حق العده. فبالتالي هاي خطيره ولا يجوز ان يسد عليها الشعب العراقي، لان يعني اليوم يعني نشوف الدجاجات العشائريه والسلاح اللي ينفلت على بيد العشائر هو بالصراحه جاي يهدد السلم الاهلي، جاي يهدد ويروع العوام، يعني كثير من العوام شنو غريب هاي الناس؟ اليوم انا عندي مشكله انا وجاري، شنو غريب هاي الناس تروح تتكتل وتنتفج، شنو غريب هاي الدماء اللي تنشفها؟ هذا الطلق اللي جاي يروح في الهواء، هل معلومه اي اتجاه اي تروح بمهرج او طفل يعني الى اين؟ هذا بالتالي خطير على المجتمع العراقي وعرض نعم زين نعم نعم زين كرار هو في سياق الحديث عن العرف العشائري كرار يعني بالمجمل المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري، يعني ألا ترى بأن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة بين ما تتحمله الحكومة والقانون ورؤساء العشائر في الاتفاق على صيغة معينة؟ يعني لا يعقل بأنه لا يمر أسبوع بالعراق إذا ما تصير مشكلة، إذا ما تصير نزاع معركة بين قبيلتين بين عشيرتين تودي بحياة أحد الطرفين أو يعني سقوط أبرياء، يعني مسؤولية مشتركة المفروض أنه يوضع حد لهذه النزاعات العشائرية، ما رأيك؟ نعم أستاذ فاضل، بالنسبة اللي تفضلت أول المفروض من شيخ العشيره لما يكون عنده احد افراده مذنب لازم يسلم للقانون، بالتالي القانون لازم احنا كجيش كشرطه يصيرون قويين ردع هاي العشائر اللي ترمي، بالتالي لازم احنا لو كان في اجهزه امنيه قويه وما حد يقدر يتعدى عليهم، يا كان شفنا شلون اللي شيخ العشيره وقت الجرع ميليشياوي اليوم يقود سياره ويتجول يعني سيارات مظلله، فهيبه الدوله مكبوبه واليوم الضعف القوات الامنيه خلي اي واحد يمن هذا الوزير ان يقض الساحه ويرمي على افراد الشيء يعني غلط، بالتالي القوات الامنيه القوات يعني تقاربه بالقوانين يعني اليوم مثل احنا لو نجيب هالساحه شنو عندنا في المناطق الجنوبيه؟ نجيب مثل افواج عندنا هاي الافواج الجهاز اطلع على هاي الساحه هي القريه مثل مذنبه اطلع عليهم كم واحد نجي 10 نفرات 15 نفر تاخذهم تاخذهم لو يتأدبون بالسجود يتأدبون في اطار القانون وينحكمون بماده 4-4 لكان ما صار هذا راح المواطن شو يسوي؟ من يشوف هذا يتحاسب وذاك يتحاسب هذا راح يصير ما راح يضبط كميه الاسلحه ويرم فضعف القانون يعني الدعاوى والله هذا شيخ فلان لازم يروح فلان ضابط دار مركز يسد الدعوه وتجي ويطلعون بكفاله فهذا اكيد راح يولد لك الدوله غير قوية ويقول لك يعني وين؟ نعم. أنا أشكرك كرر من الناصرية كان معنا أبو علي من واسط. أبو علي كيف ترى استمرار ظاهرة النزاعات العشائرية في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. بصراحة أستاذ الصراعات العشائرية الموجودة هي مو عشائرية لو أخذناها بصورة جدية. هي مجرد يعني اشخاص من الفصائل هم اللي جاي يقوون ما تسمى بالعشائر، يعني انتشار السلاح بيد الافراد
وامتلاك الامن وماكو سيطره امنيه داخل البلد او نقولها بصراحه لا وجود للدوله، هذا يشجع على الاشخاص استخدام السلاح. كذلك ان اغلبيه الاشخاص الان الموجودين اللي ما عندهم شغل يخلطون بالفصائل يعني من طريق الاموال. كل هذه الاسلحه يعني منين تجي؟ يعني هل معقول الاسلحه هي مخلفات الجيش العراقي بعد اغتيال 2003؟ لا طبعا، هذا اكو ناس جهات تمول هذه الاشخاص او تمول هذه العشائر، لكن هي بالاساس انه لا وجود للدوله. يعني الضابط او الشرطي او مديريه الشرطه ما يقدر يطلع يروح على مثلا على هالاشخاص وياخذ منهم سلاح. ليش؟ لأن اليوم الفصائل اقوى من الحكومه. يعني الان خلي الحشد، خلي الحشد اليوم بس انت ماشي. نعم. ابو علي، يعني معروف انه المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري، والكثير نعم. من العشائر هي يعني عندها سلاح، مو اليوم ولا البارحة، يعني من زمان، وهذه الظاهرة. لا لا، بس قبل 2000 وقبل 1990 ما كانت عشائر عندها سلاح. ليش بعد 1990؟ لكن هذه الظاهرة ارتفعت بشكل مخيف بعد 2003. الفصائل موجودة، يعني اكو فصائل موجودة بالبلد. يعني كرار قال بسبب ضعف القانون وهيبة الدولة ارتفعت هذه بالضبط، لان جاي اسلحه تسبب للجيش والشرطه، جاي تسبب الى شو اسمه، تسبب الى 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 العشائر. خلي الحشد الان، خلي الحشد يقول انا راح انزع السلاح من العشائر ومن الافراد، ما حد يحكي وياه. يعني هم الفصائل اليوم اقوى، الحشد عباره عن مجموعه فصائل. لكن الحكومه من تقول عيد انزع السلاح من العشائر، مستحيل تنزع، يعني الفصائل ما قابله. يعني هم هذا الحاميهم اليوم، لأن هم يصرفون بالدولة، يطلعون من هيبة الدولة، يردون الدولة مثل ما يردون. فلذلك السلاح هو هذا اللي يقويهم. هي صح قلة هيبة الدولة، لكن قلة هيبة الدولة منين؟ لأن وجود أكو حكومة ظل موجودة اللي هي حكومة الفصائل. اليوم الحشد لو راد يسوي انقلاب على الدولة يصير انقلاب، ما حد يقدر يقول له. يعني هذا يعني كل عاقل يفهمه. ليش؟ لأنه ما تابع للدولة وعنده سلاح أقوى من سلاح الدولة. لكن اليوم خلي الحشد يقول لا، اذا نزع السلاح راح ينزع ثاني يوم، يعني ما حد راح يقول لا. لذلك من السببين، سبب وجود دوله داخل دوله ووجود الناس ماكو احد يحميها غير سلاحها، يعني الدوله ما تحميها. يعني اذا تاجر مخدرات يطلع من الـ من, الـ من السجن بعفو رئاسي. نعم. رئيس الجمهوريه يحكي، ماكو احد يحميها. انا اريد احد يحميني، اذا ما حد يحميني غير سلاح. يعني عم نلوم العشائر، لكن نقول هذا مو قانون، يعني مو حل، يعني لا توجد دوله بهذا الامر. نعم. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. نذهب إلى الملف الصحي في العراق وما ينشره عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الملف، حيث تحدث ناشط من البصرة عن واقع حال مستشفى البصرة في ظل غياب العلاج والأشعة والرعاية الصحية، مما يفاقم من معاناة المواطن البصري وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية كما يقول. دعونا نستمع لما قاله وما صوره عبر الفيديو التالي. أمام مستشفى البصرة التعليمي، راح أدخل للمستشفى، عندي كسر برجلي فأريد عقد أشعة، خلينا نشوف أكو أشعة أو ما أكو أشعة. مستشفى البصرة التعليمي اللي هي مستشفى الجمهوري سابقا، مثل ما شاهدون هذا المدخل مع المستشفى حاليا. خلينا نشوف، وصلت لي الأشعة هسه الساعة 9:30 اليوم 28/6/2022، هاي الأشعة. دكتورة طل الأشعة بالتليفون مالتي، شاهدت الفيديوهات، طلعنا من المستشفى وماكو أشعة، وراح أضطر طبعا أروح لغير مستشفى. هاي رسالتي إلى لجنة الصحة، إلى وزير الصحة، متى يتم استبدال مدير الصحة والمدراء مع المستشفيات؟ لما معقولة سنة 2022 وبشهر السادس وأشعة ماكو، وعدة فيديوهات وثقت وتوثقت لنا أنا بأن ماكو أشعة. وهي البصرة أم الخير أم النفط واللي تورد كل ميزانية العراق.
نبقى مع الملف الصحي في العراق، حيث نشر عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا مصورا يبين أعمدة الدخان الكثيف التي تتصاعد من محرقة طبية تابعة لمستشفى النصر في كركوك. دعونا نتابع هذه الصور. يعني كما شاهدنا بأن هذه الأعمدة تتصاعد من المستشفى، والمستشفى واقع في حي سكني. طبعا تفاعل العراقيون مع هذا المقطع وحذروا من تلوث بيئي خطير يهدد أهالي المنطقة، ومنهم من قال كوفاء سالم قالت نفس الحالة عندنا في مستشفى بعقوب العام. أيضا محرقة المستشفى تنبعث منها رائحة كريهة جدا، والمستشفى وسط أحياء سكنية. أما زهراء سالم فقالت العراق وصلت مستويات التلوث البيئي إلى شيء لا يطاق، تلوث الهواء والماء وكل شيء. متين قال حتى بمستشفى كركوك العام مسوين بكل الدول وعبر التاريخ شايفين محرقة بوسط المستشفى، يقول مستغربا. أما صلاح فقال إيه طبعا، منين تجي المواصفات البيئية إذا إحنا خريجي البيئة بكركوك تم إقصائنا وصار كم سنة ما إن أي تعيينات، رغم إحنا نندرج ضمن المهن الصحية وهذا شغلنا داخل المستشفيات، نراقب مستويات التلوث ونسيطر عليها، والحكومة لحد الآن لم تعطينا أي فرصة. نعم، معنا اتصال أبو مروة من كربلاء. تفضل أبو مروة، مرحبا بك. فضلك. اهلا وسهلا عليكم. يا هلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا ودوم، يا هلا بيك عيني. كل نعم. القطاعات بالعكس اليوم حتى يعرف ماشي الى 100% ابدا. المصدق هم يدرون السياسيين طبعا شنو اللي يحدث بالشارع، لكن ما له شغل هذول الناس. انا قايلها كمواطن واصبحوا المواطنين كلهم على درايه. الناس ما له شغل يا أخي، لوم أقعد لوم من الصبح لليل. ها الرجل السياسي اللي يسموه هم اليوم شلون يلم فلوس. نعم. هم اليوم خلال هاي الأربع سنين شلون يكوش، شلون يعبي جيبه، لأنه يعرف القضية قضية مؤقتة ورايحه حتى يضم الأجيال والأحفاده. فإذا العراق أصبح دولة فاشلة، جميع قطاعات العراق والمؤسسات العراقية فهي فاشلة 100%. أما نجي على هذا الصراع العشائر يا أخي، كل إحنا أبناء عشائر. نعم. وأسلحة العشائر موجودة من من قامة عصات المسائلة اليوم. نعم. ما سمعنا عشائر تتقتل إلى الآن. أسلحة العشائر دائما هي للدفاع، ما صارت هجومية. لكن هذا مو صراع عشائر يا أخي. هذا صراع، جزء من هذا الصراع اللي موجود على السلطة، قواعد شعبية يا أخي لهذا ولذلك، ويحركون الوضع متى ما شاء وينيمون الوضع متى ما شاءوا. فهذا جزء من الصراع أخي، والله يستر على العراقيين ويستر على كل العراق ويحفظنا من هاي الحقبة الأخيرة. إحنا بنعيشها ترى بنعيش إحنا إن شاء الله الأيام أو الأشهر الأخيرة لهذا الوضع. وإن شاء الله قدامنا ما يصح إلا الصحيح، العراق على خير إن شاء الله. أنا أشكرك أبو مروة من كربلاء. كان معنا ناصر من بغداد. تفضل ناصر، مرحبا بك. مرحبا يا أهلا بك. يا أهلا بك، هلا وعيني، الله يسلمك. استاذ عمر، الوضع الصحيح اذا لاحظ عاني بعيني. اول البارحه كانت عنده وفاه مع الايمان احمد الجواد. نعم. تتصور مع الضغط ما عندهم هذا يا مستشفى باب المراد بالكرميه، واسمي موجود يمهم استاذ عمر. نعم. اسمي مسجل يمهم، جهاز مع الضغط طلع ما عندهم زين اول البارحه. فانت قيس يعني شنو معقوله ما عندهم لو ضايع لو شنو لو لا
لا ما عندهم قال لي ما عندنا. سجل اسمي، قلت له سجل اسمي، فسجل اسمي انه جهاز ضغط معهم وجهاز سرقه، جهاز الضغط عندهم. قال لي شكل شويه بس جهاز سرقه الحين ما عندنا. هاي اول مره كان عمر باب المراد السياره واقفه السياره متنقله تقعد على اساس المرضى والزوار، جهاز الضغط عندهم الجبتي وجهاز السكر نهائيا ما. فانت الوضع الصحي في العراق متردي بسبب انه سيطره الاحزاب على المفاصل الصحه، مفاصل الصحه. اليوم المواطن العراقي اذا تمرض والله العلي العظيم استاذ عمر اصلا افسد وزاره الصحه. فارس الى اطفال جماليه ووزاره الكهرباء عندنا اخذها تصير بالفساد. يعني احنا الى متى استاذ عمر؟ زين وين اللجنه البرلمانيه عن مراقبه وزاره الصحه؟ لجنه الصحيه في البرلمان يختوهم دول اللجان الصحيه منافذ للسرقه، منافذ للسرقه يبغون اموال الشعب. احنا نتمنى انه هاي المنافذ ما اكو. لجنه النزاهه، شنو استاذ عمر؟ تفضل. نعم تفضل. قلت لك اللجنة الصحية في البرلمان غير المفروض هي كل فترة تطلع تسوي كشف على المستشفيات إن كان في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية حتى تقيم عمل وزارة الصحة. بعد عمر عملها فاشل، هو عملها على أساس تنفيذي رقابي، لكن لا عندهم لا رقابة ولا متابعة. عندهم إهمال واضح متعمد حتى لشطون المستشفيات الأهلية الخاصة. المواطن شو يصير في بعد عمر؟ نعم. يضطر إنه يحول من الحكومية إلى الأهلية. عندهم تعالي العفاسية وشوف حتى عندهم قبل خدت حتى هاي قبل عشر ساعة. نعم. تسعة ربع مليون يلي بعد عمر. والله العظيم يعني فضل مأساوي مأساوي مأساوي. مع لكن تبكي ما بعد عمر إذا هم لأسف. أغلبيتهم متنفذين وصارخين يصرخون بأموال الشعب العراقي. فمع الأسف والله أستاذ عمر، مع الأسف بس نقول للسيد رئيس الوزراء، نقول له أنت رجل غير كفو، فعليك أنه المغادرة، تترك العمل عوض غيره. يعني احنا تعبنا والله تعبنا أستاذ عمر. وأنا أشكرك الله يعلم. أنا أشكرك أخي ناصر من بغداد، كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في هذه حلقه من برنامجكم صوتكم. نرصد اهم ما تفاعلتم معه على منصات التواصل الاجتماعي من احداث على الساحه العراقيه. نتجه الى
محافظة البصرة، حيث شكى ناشط بصري الإهمال في الحكومي كما قال، وتراكم النفايات بشكل كبير في قضاء أبي الخصيب. وقال: هكذا تبدو أنهار أبي الخصيب التي تواجه الإهمال من قبل البلدية بسبب رمي النفايات وتراكمها في الأنهر، مما أدى إلى طمرها دون مراقبة من الجهات الحكومية المعنية في البصرة. دعونا نتابع ما قاله الناشط البصري من قضاء أبي الخصيب، فلنتابع. أبو الخصيب، وما أدراك ما قضاء أبو الخصيب. قضاء أبو الخصيب بعدما كان من أجمل الأقضية والنواحي في محافظة البصرة، والكل تراهن على هذا، بعد الغابات من النخيل وثروة أسماكه وناسه البسطاء اللي تعيش على الثروة السمكية والثروة الحيوانية وتعيش على البساتين، قضاء أبو الخصيب يتحول من قضاء مزدهر إلى كوب. احنا اليوم من احدى الانهار الموجوده خصيب، ونريد نراويكم الاهمال الموجود والسكوب قبل الحكومه المحليه والحكومه المركزيه. احنا نريد اليوم نراويكم الاهمال، ونريد نراويكم من احد الانهار، هاي الانهار اللي كانت اهلنا وناسنا تشتغل بيها على قوت يومها قوت يومها من الثروه السمكيه. احنا اليوم نريد كل الحكومه المركزيه، ونريد نشوف وين دور البلدية بقضاء أبو الخصيب، وين البيئة. هذا الإهمال إلى متى في قضاء أبو الخصيب؟ هذا الشارع، صور لي يا أبو الكاميرا، قرب للكاميرا على هذا النار، خلي محافظ البصرة يشوف الإهمال الموجود بقضاء أبو الخصيب، وصور لي هاي الزبل. إحنا اليوم من نطلع ونحكي ونقول القضاء منكوب، نريد الناس ودراء وكل أهلنا المثقفين بقضاء أبو الخصيب الأصليين أن يشاهدون ويشوفون بعينهم هذا النهار اللي هو بمركز قضاء أبو الخصيب بنص السوق. هذا نقدر بدل ما ظل مجاري نقدر نحط لبواري مال مجاري ونضمه، وهذا يصبح شارع يخدم قضاء أبو الخصيب. قرب لي الكاميرا، قرب لي شارع خلف السوق مال قضاء أبو الخصيب، تجي سكة اللبان اللي تدلي الحكومة على موت تدلل، فهي صناعية قضاء أبو الخصيب. هذا الشارع نقدر نضمه ونسويه شم أهلنا وناسنا في قضاء أبو الخصيب، ويخفف الاستحامات المرورية اللي موجودة بقضاء أبو الخصيب. احنا طبعا ملينا من المناشدات ونطلع لا حول ولا قوة والمشتكى لله، هاي مناشدتنا، ونريد نشوف جار لهذا النهار. تفاعل العراقيون مع هذا المقطع، ومنهم من قال على منصة فيسبوك عبر تعليقات عفوا كثيرة، قال: علي المحمداوي بسبب الإهمال والتقصير والفساد. أما قال آخر وهو: المفروض يكون دور للبلدية وكل دوائر الدولة أن تأخذ دورها، ليس فقط أبي الخصيب يعاني من الإهمال، وإنما كل محافظات العراق تعاني من هذا الأمر. للأسف بعد العام 2003 العراق أصبح غابة من النفايات، نتأمل خير بقادم السنين. محمد العبادي قال: أبو الخصيب انتهت من وراء هاي النماذج اللي تحكم أبو الخصيب. سعد البصراوي قال: أبو الخصيب اندثرت معالم الخلابة. طبعا ظاهرة انتشار النفايات مع الأسف في ازدياد في العراق وخاصة في الأنهر، يعني نشاهد المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، إن كان في نهر الفرات أو في نهر دجلة أو حتى في على مستوى الشوارع على مداخل العاصمة بغداد، جبال من النفايات تتكدس هنا وهناك، ويعني ربما من يشاهدها أول مرة أو حتى الذي يعيش هناك يتساءل أين دور البلديات، أين دور الجهات الحكومية المختصة في رفع هذه النفايات وتنظيف الأنهر والطرق والشوارع في العراق. ظاهرة غير حضارية، ظاهرة مضرة بالصحة، مضرة بالمناخ. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أهلا بك معنا أبو عمر من بغداد. يعني ظاهرة النفايات، يعني في من خلال برنامج صوتكم ربما في كل حلقة نرصد ونعرض هنا
مقطعا تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يبين ظاهرة النفايات في اتساع تنتشر في العراق. برأيك من يتحمل المسؤولية؟ هل المسؤولية تتحملها الحكومة لوحدها أم كذلك المواطن يتحمل هذه المسؤولية؟ حياك الله. أهلا وسهلا بك. حيا قناة الرافدين. أهلا بك. أستاذ المشاهدين. حياك الله. أستاذ عمر، إحنا العراق منذ الاحتلال الأمريكي على العراق كله بأجمع كل المحافظات اللي عندنا بغداد وبصرة والناصرية والكوتة ونجف كلها تشمل الخدمات اللي بيها موجودة ما عندنا بيها ولا أحد مسؤولين من دول الوزراء اللي أخذوا السلطة يحكموا للعراق من 2003 لحد الآن. كل هاي الأمور الإهمال العدهم المقصود للشعب العراقي وتدمير الشعب العراقي، هاي النفايات اللي موجودة عندنا بالأنهار أو بالمناطق العشوائية أو بالمناطق المدركة أو مداخل الأفرو أو كل منطقة من أنحاء بغداد ومحافظاتها. احتياجي ويكون فيها مسؤول بلدية ومدير بلدية وأي مقام، كل هاي الأمور مرتبطة الوزارات مع بعضها. يعني نشوف المسؤول أو بأي مطبخ كانت أو أي جهة كانت مسؤولة من هاي الحكومة من نشوف النفايات ومن نشوف هاي الأجهزة وهاي الأشياء اللي غير يعني يتقبلها المواطن، من يشوف يعني الوضاخة عجلت قبل الله والحيوانات اللي مشمورة والمقصودة، كل هاي تسوي رائحة يعني نظرة مناظر بغداد. فكلهم هم يعرفون المسؤولين ويعرفون قادة الزعماء من الشياء في هذا الوضع اللي عايشين فيه، لكن هم متقضين الساد عمر الشعب العراقي على هاي المرحلة من تدميره من وضعه من شكله العام، ما يحبون انه اصلاح البلد، ما يحبون انه يتطور البلد، ما يحبون انه يخلون المواطن يعيش برفاهيه ويعيش يعني جو يعني يليق فيه، بس هم قادرين على سرقه المواطن وقتل المواطن ونهبه وتهجيره وسرقته يعني من امواله، وكيف ان يكون يطالب بحقه وكيف ان يريد تعيين يقتلونه او كل السبل يحاولون ان استخوافه، لكن ما يقدرون على افعال الخير، ما يقدرون على الامور اللي تليق بالشعب العراقي وتخلي من مكانه اذى وتخلي من هاي الحكومه انه الشعب العراقي موجوده، لكن هم زرعوا الكراهيه ما بين انفسهم وما بين الشعب. يعني كل رافض هذه الوزارات او وزاره البلديه او وزاره الصحه، كل هاي الامور ما تقدم للمواطن العراقي والمواطن بحاجه ومد الها، لكن انه هاي سلطه الاحزاب هي قاده مثل الاستاذ عمر قادرين على الشر، قادرين على الفتنه وقادرين على العنف اللي جايين به من 2006 لحد الان. ما شفنا من عندهم اي مبادره، ما شفنا من عندهم اي تطوير لا بالخدمات لا بالزراعه ولا بالصناعه. متواصله هاي الحكومه وقمعها وتاثيرها للشعب العراقي وبغداد، يعني للاسف اللي كانت قبل 2003 من اجمل بلدان العالم في الشرق الاوسط، اليوم بغداد نشوفها من يعني مع احترامها في اهلنا وناسها وبغداد يعني من اجمل واهمالها في العالم كله. بغداد اللي كانت هي اجمل منطقه واجمل محافظه واجمل دوله انه كل العالم يشوفوها مزارعها بساتينها اشجارها شوارعها كانت جميله جدا، كان الناس يزورون. اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. معنا اتصال ابو عباس. ابو عباس من واسط، تفضل ابو عباس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا بك. شلونك عزيزي؟ يا هلا بك عيني، الله يسلمك ويخليك. يا هلا بك، تفضل عيني. لحضرتك السماح لي بالمشاركه في هذا البرنامج. يا هلا بك. فد ملاحظات بسيطه. تفضل عيني. بالكلام لكن كبيره بالمعنى. تفضل. الملاحظات اللي اريد اوضحها لجنابك الكريم هي تخص وزاره الصحه. أني أحد منتسبين وزارة الصحة. نعم. التابعة لدار الملاحظات اللي أريد أقدمها إليك. نعم. الملاحظة الأولى للسيد الوزير. نعم. أقول للسيد الوزير ليش العيادات
خاصة تستقبل مرضى أكثر من المستشفيات، علما أن المستشفيات بحجمها أكبر وبعددها وعدتها أكبر. نعم، هذا سؤال. الحليم تكفيه الإشاربي. نعم. السؤال الثاني أو الأطروق أو الملاحظة الثانية، أريد من السيد الوزير أن يتابع العناوين الوظيفية وتوزيعها على المؤسسات الصحية. اليوم الوزارة إذا تبني مستشفى وتطور هاي المستشفى بأجهزة طبية حديثة، مع الأسف لا يوجد الكفوء الذي يعمل على هذه الأجهزة، وهذا يعود بالضرر على المريض وعلى المواطن. نعم، وهي أمور. نعم. والملاحظة الثالثة اللي أريد أقدمها، أكو فساد عندنا في دائرة الصحة الوسط، اللي هو صالة الولادة، صالة الولادة إذا. نعم. وموضوع المفراس والرنين اللي هو البرايفت بي الخاص. نعم. أكو ناس مسؤولين على موضوع الخاص اللي هو جباية الأموال من المواطنين. أكو سرقة بالموضوع، أتمنى الالتفات إليها بشكل خاص. طبعاً طبعاً الملاحظة الأخيرة اللي ذكرتها هي سبب الخلليين اللي ذكرتهم بالنقطة الأولى والثانية. نعم، اللي هو الفساد. لما تيجي تخلي الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. اللي يحترم مكانه ويحترم شهادته ويحترم إمكانيته العلمية ما يتقبل الفساد. نعم. لما أجيب معين فراش هو أصلاً فراش. نعم. وزمن صدام بطريقة أو بأخرى تحول إلى عنوان وظيفي مستحدث. ويعمل على جهاز الوزارة لما جابته أشرطت على أنه يكون العامل على هذا الجهاز من حملة شهادة الكبريون. نعم. أستاذ الكريم، لا تفهم المعنى اللي أريد أوصل لك إياه؟ فاهمك. نعم نعم. 80% من الضرر اللي جاي يصيب المواطن بالمؤسسات الصحية هي عدم توزيع الكادر العلمي بالأماكن اللي خاصة الخاصة به. نعم. يعني أنت من تجيب ممرض وتشغله على طعم الكادر التغيير ويجيبه. نعم. يشتغل على جهاز إلكتروني مفروض يشتغل عليه تقني باختصاص معين. نعم، كل من اختصاصه، هذا ما موجود. نعم. الجهاز وتخلي نحباني ندو يشتغل على جهاز علمي. نعم. يعني هذا الشيء ايش راح يسوي؟ راح يفحص مريض. راح نتيجه الفحص تطلع خاطئه. راح على اساس هذا الفحص الاخصائي ما يعرف انه هذا هاي النتيجه اجت من ممرض. نعم. راح على اثرها يترتب علاج ويترتب اجراء طبي. تمام. نعم. شافه خاصة راح يخسر فلوس، المواطن ضعيف، المواطن. نعم. فقير، المواطن ما عنده، وهكذا هي سلسلة معاناة يمر بها المواطن. نعم. بسبب عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. مختصر الكلام. أنا أشكرك أبو عباس على هذا التوضيح، كان معنا من واسط. نذهب إلى ملف آخر. في ظل ارتفاع درجات الحرارة في صيف العراق وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر ومع أزمة وقود السيارات في العراق، تظهر أزمة أخرى هي أزمة وقود المولدات الكهربائية. وقد أقر النائب مدير الكروي بأن أزمة الوقود في ديالى مثلا ستعود في أي لحظة كون حيتان التهريب الحقيقيين لم يحاسبوا، وشدد على أن الموضوع ليس في نقل الوقود وبيعه في السوق السوداء هنا أو هناك، بل موضوع كبير ويتم من خلال صهاريج، مشيرا إلى أن ما تم ضبطه يدلل بأن البلاد أمام شبكات كبيرة تسرق قوت الشعب وتسبب الأزمات من أجل ربح الأموال. واحتجاجا على ارتفاع أسعار
الغاز، أصحاب المولدات هددوا بإطفاء التشغيل، حيث احتج أصحاب المولدات الكهربائية في حي الجزائر بمحافظة البصرة على ارتفاع أسعار مادة الغاز، وهددوا بوقف تشغيل المولدات اليوم إذا استمرت السلطات الحكومية بتجاهل مطالبهم. دعونا نتابع ما قاله أصحاب المولدات في حي الجزائر بالبصرة، فلنتابع. يسوون لك أبونا احنا غاز ما عندنا، واحد سمع يصير اطفاء باكر نروح نحذرهم. طلعنا مظاهرات، طلعنا مظاهرات، واليوم احنا من هناك مقيم مقام وباكر هم يمنا بهاي لمتنا نريد حل. نعم، طبعا كذلك نظم أصحابه المولدات في حي أور بمنطقة الشعب في العاصمة بغداد وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات الحكومية بتوفير مادة الغاز، وهدد المحتجون بقطع التغذية عن جميع الدوائر الخاصة والأحياء السكنية وغيرها في حال لم توفر الحكومة الوقود. نذهب إلى محافظة كربلاء، أيضا أعلن أصحاب المولدات الكهربائية إيقاف التشغيل بسبب عدم تجهيزهم بالوقود، وأكد أصحاب المولدات استمرار اعتصامهم أمام أحد المستودعات النفطية في المحافظة حتى الاستجابة لمطالبهم بتجهيزهم للوقود. ولفت أصحاب المولدات إلى أنهم منعوا منعوا قبل عشرة أيام صهاريج محملة بالوقود من الذهاب باتجاه محافظات أخرى. دعونا نتابع هذا المقطع. أصحاب المولدات اليوم متجمعين هنا على مول شغلة الديزل. احنا المعمل الديزل متحملين الأمراض مالته، متحملين الدخان مالته، متحملين الريحة مالته، وبأراضينا يشتغل بأراضينا وينتج لغيرنا. زين، احنا هذا الحجم ما مقبول. احنا أبو المعمل الديزل يشتغل ينتج لها الكربلة، يغذي أهل كربلة، يلا ينتج إلى أربيل، إلى سليمانية، إلى بغداد، خلي شن الزايد يطلع بس كون يكفي أهل كربلة. احنا اليوم ما كفين هنا ولا سيارة تطلع من دني إلى كردستان. يعني يعطونا حصتنا، يعطونا حصتنا الكافية اللي تكفي أهل المولدات. احنا اليوم مضررين، اليوم الديزل من وراء كردستان من وراء بغداد وصل عندنا ديزل بمليون ومية. احنا اليوم جاي نصرف ألف غاز زين وألف ديزل، اليوم الديزل بمليون ومية، اليوم ذني ما يطلع للسيارات إلا يشوفونا صورة حل بموضوعنا. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الأزمة الجديدة، أزمة وقود المولدات الأهلية. آدم صلاح الأسدي علق وقال: حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة، هم يحاربون الشعب بالكهرباء والماء والنوب، ما يوزعون الغاز والمولدات هم يقطعوها. نصير الحمداني قال: وين محافظ كربلاء؟ بس يعرف يطلع يقول شرط الكهرباء مو يمي، هاي هم يمك؟ يتساءل نصير. عدي أبو ضحى قال: يجب وقوف المواطن مع أصحاب المولدات والضغط على الحكومة لتزويدهم بحصة الوقود كاملة، لأنهم أصحاب مصدر رزق، حالهم حال أبو المحل أو الموظف. أما عامر جاسم القرعاوي فقال: فعلا أصحاب المولدات بالواجهة مع المواطن، والحكومة عجزت عن توفير الكهرباء للمواطن، وهذه المعاناة كل صيف دون حلول. نعم، إلى فقرة أنت ترى، وعبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين للعراقيين ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث على الساحة العراقية وإرسالها لعرضها هنا في برنامج صوتكم. وصلنا مقطع مصور جاء فيه: نحن أهالي مناطق الإسكندرية والمسيب والسدة في بابل قرب نهر الفرات، قالوا استبشرنا خيرا منذ 3 أيام بوجود مشروع تنظيف ضفاف الفرات، ولكن شاهدنا زيادة النفايات على طول نهر الفرات بسبب هذا التنظيف، مما أدى إلى رائحة كريهة في المنطقة وإلى تجمع النفايات داخل شط الفرات. دعونا نتابع هذا المقطع عبر خدمة أنت ترى. بالحقيقة احنا استبشرنا، قالوا راح ينظفون ضفاف نهر الفرات وجابوها من اسكندرية لحد السدة. زين، أدري أنت لما جاي تنظف هاي النفايات مال الشط غير طلعها، هو مي ماكو بالأصل، مي ماخذ، هاي الأمراض منتشرة، ما عاد تشوفون يعني الفطيسة بيه، النخلة بيه، الأشكال أشكال إجانا من البرح، واليوم هذا ممتد على طول الشط،
لحد ما توصل سدة الهندية، لأن هذا راح يروح للسدة مالت الهندية ما يسدها. الصبح لقينا هذا شط الفرات هذا هيك وضعيته ومليان وصاخة، هاي الناس شلون تشرب مي، شلون يعني شلون تعيش على هالوضع هذا التعبان، يعني اكو فرات مي هيجي ما صايرة ابدا ابدا ابدا. باوع هاي الوصاخة باوعها، باوع الوصاخة ايش قد ما يصير، ما يصير نهائيا، ما يصير ابدا والله العظيم. يعني هم يردون يساعدنا اغلاط هواي، ما يصير عمه، هاي الوضعية تعبانة امراضي والله. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، في أمان الله.